فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة إن كان زوجها كافرا فإنه يفرق بينها وبينه. يقول: فرعون كان كافرا وامرأته مؤمنة ولم يفرق الله بينهما، بل هذا ما هو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرع قديم، شريعتنا غير شريعة من قبلنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، جل وعلا قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا شرعنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.